اهلا بيكم. وحوار تيك توك 2027، ان الفكرة كلها ان شاب اسباني دلوقتي عايش في 2027 وهرب من 2021. الحكاية غريبة ومخيفة شوية. القصة بدأت عند انتشار فيديو عبر منصة التيك توك باسم الناجي الوحيد. الفيديو ده منشور في 13 فبراير 2021، وبص في الساعة وقال ان الالكترونيات كلها بتقوله ان هو في 2021، والناس طلبت منه ان هو يدخل متاجر معينة، وبالفعل دخل وملقاش فيها اي حد خالص، وبرضه بيمشي في الشوارع برضه ملقاش الناس خالص. مفيش حد يعرف حقيقة اللي هو بيقدمه، لكن فعلا البشر اختفى، حيث ان هو بيستخدم تقنية معينة ان هو بيخفي بيها البشر. كمان هو مشي في الشارع وبيصور العربيات واقفة مكانها مفيش فيها اي حد خالص، وفي موقع حب يستكشف اخباره وعرف ان هو كان بيصور في فترة كورونا والحظر. تيك توك 2027، واشوفكم في حلقة جديدة. مع السلامة.